قبالة أرخبيل جزر الكناري قامت عناصر خفر السواحل الإسبانية بإنقاذ 46 مهاجراً من إفريقيا جنوب الصحراء بعد رحلة عبور خطيرة عبر زورق مطاطي كان يحمل المهاجرين الذين كان من بينهم 14 امرأة إضافة إلى رضيع وطفل قاصر. بحسب المعطيات المقدمة من قبل خفر السواحل فإنه قد تم نقل مهاجرين على وجه السرعة إلى المستشفى بعد تعرضهما لانخفاض حاد في حرارة الجسم. في حصيلة هي الأكبر منذ عام 2006 شهد عام 2020 وصول أزيد من 23 ألف مهاجر إلى جزر الكناري، ولم يتوقف تدفق المهاجرين منذ ذلك الحين، حيث بلغ عدد المهاجرين الوافدين على الأرخبيل من يناير من هذا العام وإلى حدود غشت الجاري أكثر من 8200 مهاجر. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة فقد قضى ما لا يقل عن 428 شخصا خلال عمليات العبور منذ بداية هذه السنة.